مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع انهار انهيار اهالي ضحايا غرق السيارة التي غرقت بالامس وراح ضحيتها 8 افراد من اسر مختلفة عقب قيام قوات الحماية المدنية باستخراج جسامين 3 من الضحايا و2 امس ليبلغ عدد كده 5 5 من الضحايا وباقي 3 ضحايا تحاول إنقاذ نهري البحث عنهم لاستخراجهم لتسليمهم لزاويهم لدفنهم بمقابر العرب عزبة التفتيش التابعة لمركز أشموم بمحافظة المنوفية. زي ما انتم شايفين حالة من الحزن تخيم على جميع أهالي عزبة التفتيش التابعة لمركز محافظة المنوفية. حزن كبير يخيم على أهالي القرية والقرى المجاورة وذلك عقب انتشار جسامين الضحايا من داخل فرع رشيد نتيجة سقوط سيارة أمس من على معدية تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية. وتبقى 3 جثث جاري استخراجهم من قبل الحماية المدنية والبحث عنهم في مياه فرع رشيد. زي ما شايفين حالة من الحزن تخيم على أهالي قرية عزبة التفتيش تبع مركز الشؤون المحافظة المنوفية.
فيا. تواصل البحث عن الضحايا داخل المياه. حيث شهدت أمس سقوط سيارة قادمة من محافظة الجيزة على معدية طرق بين محافظة الجيزة والمنوفية قادمة إلى قرية عزب التفتيش بمحافظة المنوفية، سقطت داخل المياه نتج عنها مصرع 8 أشخاص. ولم يتركوا المكان وذلك حزنا للبحث عن ضحاياهم، وحزن كبير يقيم على هذه القرية والقرى المجاورة. Thank you.
تذكر السادة مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم الساعة أن أمس سقطت سيارة أثناء في طريقها لمحافظة المنوفية من على معدية تربط بين مقاصد الجيزة والمنوفية، أدت إلى مصرع 8 أشخاص من أسر مختلفة. زي ما أنتم شايفين تم استخراج 5 جسامين وباقي 3 من الضحايا، وتقوم قوات الإنقاذ النهري بالبحث عنهم لاستخراجهم لتسليم اللزوم بتقديم مقابل العائلة بقرية عزبة أبو تش التابعة لمركز الشؤون المنوفية. كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظة المنوفية وإبراهيم سعيد. دمتم في أمان الله ورعايته.